حمادوك يلقي بيان السودان أمام الأمم المتحدة اليوم بحضور نحو 80 زعيما. البرهان يشدد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية والوقوف ضد كل متربص ومعتد داخل البلاد وخارجها. مجلس حقوق الإنسان يجدد ولاية الخبير المستقل في السودان لفترة عام. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من السودان اليوم، التي تضم إلى جانب نشرة الأخبار موجزا اقتصاديا وآخر رياضي. وهناك جولة في دارفور الكبرى نتابع حراكها المختلف، ومنها ولاية شمال دارفور تعلن فتح باب الاستثمار في التعدين. وعبر فقرتنا أفكار وخبرات نتابع ملف تجدد شكاوى المواطنين من فلتان الأسعار في بعض أسواق محليات ولاية الخرطوم مع ضعف الرقابة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. يخاطب رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمادوك بجانب عدد من المسؤولين الدوليين أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بحضور نحو 80 زعيما ورئيس دولة و20 منظمة دولية. ويهدف الملتقى الذي يخاطبه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية. كما يشارك حمادوك في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، من بينها تلك الخاصة بالسودان والتي ستستعرض دور المجتمع الدولي في مساندة السودان خلال الفترة المقبلة. وكان رئيس الوزراء قد شارك في افتتاح المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 يوم الثلاثاء، وبحضور قادة وزعماء العالم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذين دعوا في مداولاتهم إلى تعاون دولي مشترك للتغلب على التهديدات والتحديات المشتركة، معتبرين أن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي من المخام الكبرى التي يجب التعامل معها عبر التعاون متعدد الأطراف. هذا وقد التقى رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمادوك في نيويورك بوكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن الطرفين ناقشا سبل التعاون والتنسيق بين مكتب وكيلة وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية والأجهزة المناظرة له في الحكومة السودانية. وأكد الاجتماع على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للسودان في مجال الإصلاح الهيكلي لقطاع المصارف والبنوك، إلى جانب برامج رفع القدرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وأضافت الوكالة أن الجانب الأمريكي تعهد بالعمل الجاد والعاجل مع المؤسسات المعنية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لكن المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن سيث إنجر نفى في تصريحات صحفية تقديم المسؤولة الأمريكية أي وعود في هذا الخصوص، وذكر أن الاجتماع ناقش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد على أن ماندلكر لم تقدم أي وعد يتعلق بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية. جددت المملكة العربية السعودية الالتزام بمواقفها الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية حتى يتمكن من تجاوز كل أزماته الحالية. وقال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف لدى لقائه رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمادوك بذل المملكة لمساعيها القصوى مع الجانب الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبشكل سريع، مشددا على أن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك. وأكد حمادوك عقب لقائه العساف في نيويورك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والتطلع إلى تعزيزها على نحو أكثر تميزا. كما تطرق رئيس الوزراء السوداني إلى حجم التحديات التي تواجه السودان، موضحا أن البلاد تتطلع إلى دعم السعودية في المحافل الدولية، خصوصا في قضية وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب، لأن إزالة السودان من هذه القائمة سيكون مفتاحا لحل العديد من التحديات. هذا وقد استطلعت كاميرا قناة طيبة عددا من المهتمين بشأن تحسين صورة السودان لدى المجتمع الدولي. بالنسبة لعودة السودان للمجتمع الدولي بعد أكثر من 30 سنة، إحنا كنا غايبين من المجتمع الدولي
ما عندنا مشاركات في أي حاجة، وضع البلد ساء شديد. أنا شايف مشاركة حمدوك في اجتماع الأمم المتحدة حاجة كويسة بالنسبة لنا، حتضيف لنا كثير، ونتمنى الثورة تجني ثمارة زي ما بيقولوا. العمل اللي بيعمله السيد رئيس الوزراء دكتور حمدوك عمل ما هين، وهو عمل لإعادة وضعية السودان بحقيقة بصورة طبيعية، الصورة اللي بيستحقها السودان وسط المجتمع الدولي، ولا سيما إن المجتمع في الفترة الأخيرة هو بقى مربوط اقتصاديا واجتماعيا بما يسمى بالجلوبال فيليج. جلوبال فيليج بتعني إنه أي دولة عندها دور في المجتمع ومربوطة بالدول اللي حواليها. وجودنا بصورة طبيعية بصورة تستحقها السودان بكل ما يملك السودان من مقدرات وموقع استراتيجي وموقع بما يسمى بالإيجو كولتشر، اللي هي وضعيته في السودان، وضعيته الاستراتيجية بين الدول العربية والدول الأفريقية، إنه عنده دور مهم جدا جدا في كل المجالات السياسية والاجتماعية بتخص الجلوبال فيليج اللي هو المجتمع الدولي بصورة عامة. وضعيتنا في الفترة الأخيرة كانت مهزوزة لأسباب كثيرة معروفة ما دارين نرجع لها، لكن بوضعية حمدوك بخبرته وبفهمه لوضع أو الاحتياجات الدولية وأهمية التطبع الدولي والعمل الدولي في الدنيا بصورة عامة، وضعيتنا لازم ترجع بالصورة الصحيحة ونستفيد منها بالصورة السليمة لمصلحة السودان والشعب السوداني. هذا وتترقب الأوساط السياسية والمجتمعية في البلاد اليوم كلمة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحذر وتفاؤل كبيرين، مشيرين إلى أنها ستكون محطة العبور للسودان لتجاوز جزء كبير من مشكلاته وتعزيز التطبيع مع مؤسسات المنظومة الدولية. مشاركة السودان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 التي انطلقت منذ الثلاثاء الفائت بحضور قادة وزعماء العالم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، فسرها مراقبون بأنها خطوة جيدة في طريق السودان في مسيرة عودته للحضن الدولي، خطوة ربما تسهم وبصورة عملية وسريعة عبر مداولات ومقابلات حمدوك مع رؤساء وزعماء العالم في إذابة جبل الجليد الذي كان يعترض سير علاقات السودان مع بعض الدول العظمى والمنظمات والمؤسسات الفاعلة في مختلف المجالات. المجتمع الدولي بدوره من خلال مقابلات رئيس الوزراء السابقة أمن على ضرورة مساعدة السودان حتى يطلع بدوره الإقليمي والدولي في مسائل كثيرة، في مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب. وكانت آخر الالتزامات والدعوات المؤيدة لمواقف السودان والمناداة برفع اسمه من قائمة الإرهاب أطلقها الرئيس الفرنسي بجانب الرئيس المصري رئيس دورة الاتحاد الإفريقي الحالية. كما أتت تصريحات النرويج وجيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق حول إنهاء ملف الديون، معززة للتعاون الدولي المشترك للتغلب على التهديدات والتحديات التي تواجه السودان، معتبرين أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلام الدائم من أهم مطالب الأمم المتحدة في المنطقة والإقليم. فيما تترقب الأوساط السياسية والمجتمعية في البلاد اليوم كلمة حمدوك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحذر وتفاؤل كبيرين لكونها ستكون محطة العبور لتجاوز معظم مشكلات البلاد مع المنظومة الدولية. وللمزيد حول مشاركة السودان في الجمعية العامة للأمم المتحدة أرحب عبر خط الهاتف من هنا من الخرطوم بالدكتور أمير النعمان الخبير والمحلل السياسي. بداية دكتور أمير مساء الخير، مشاركة السودان في الأمم المتحدة بهذا التمثيل الذي يمكن أن يوصف بأنه رفيع المستوى منذ أكثر من 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 يعني من 30 عاما، كيف يمكن قراءته؟ شكرا جزيلا أولا لقناتكم المتميزة و متابعتكم الدائمة لهذه الملفات الحساسة والمهمة في هذا الوقت التاريخي الذي تمر به بلاد السودان عموما والعالم بصفة عامة. هذه المشاركة الكبيرة والمهمة في هذا الوقت الحرج وبتمثيل عالي المستوى لأول مرة منذ
سنوات عديدة من السودان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاضل وتوقع أن يلقيه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في 11:30 تقريبا من مساء اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. تحظى هذه المشاركة باهتمام خاص بعد غيبة طويلة وبعد ترقب طبعا كثيف جدا من العديد من العناصر الفاعلة في المجتمع الدولي لمحاولة إعادة السودان لمنظومة التعامل مع المجتمع الدولي ومنظماته ومنظوماته المختلفة بصورة طبيعية بعد حظر وبعد تقاطعات معلومة لدى الكل. يعني هذه المشاركة فيها قضايا بالغة الأهمية. السودان يواجه يعني قضية ما يزال رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، إعفاء الديون التي تبلغ نحو 56 مليار دولار تقريبا، الاستحقاقات المالية السودانية المجمدة في اتفاقية كوتونو، يعني العديد كذلك ملف الإرهاب والعديد من الأشياء المؤثرة في علاقاتنا مع الفاعلين الدوليين. كل هذه الأشياء يعني تشير إلى أن هذه المشاركة بالضرورة أن تحظى بأهمية خاصة وبآمال عراض من الشعب السوداني ككل ومن الجميع، حتى أن تسهم في شيء من رفع الضيق والحرج الذي يمر السودان بعد تكوين الحكومة الحرية والتغيير مؤخرا بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، وحتى بعد التحرك الكثير يعني في الرمال السياسية والأوضاع العامة في السودان. طيب ما تزال ترايح. طيب دكتور أمير، يعني يعني المكاسب السياسية لهذه المشاركة، وإن أشرت إلى جزئية يعني بسيطة منها، يعني حديثنا بقليل من التفصيل عن المكاسب السياسية من مشاركة دكتور حمدوك رئيس الوزراء في وتقديمه كلمة أمام الأمم المتحدة اليوم. طبعا أكيد سياسية كبيرة جدا يعني لأن الانطباعية أنا ألاحظ يعني حتى على مستوى المجتمع الدولي ما تزال يعني ترابح مكانها، فمجرد أن يكون هناك انطباع دولي وعالمي كبير بحضور جديد يعني نقدر نحن نسميه نيو لوك، يعني يعني مشهد جديد وترتيب جديد للسودان وبحكومة جديدة وبنظام جديد، أنا أعتقد أنه سيقوم بدور كبير جدا جدا يعني في مكاسب سياسية عظيمة وكبيرة على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي كذلك. يعني كل هذا سيسهم بدوره إن شاء الله في يعني إعادة ترقيع الكثير من الأشياء التي كانت يعني مفقودة في المرحلة السابقة. لكن أنا ما أزال قلقا يعني من قضية المحاور. المجتمع الدولي أنا في نظري يصعب أن ننظر إليه نظرة موحدة كالأسرة الواحدة. المجتمع الدولي ليس أسرة واحدة، هو يتكون من عدة فاعلين ومن عدة أسر يعني أو من عدة أقول مراكز محاور ومراكز صراع. نحن بحاجة إلى عمل جبار وكبير، يعني اليوم وحده لا يكفي لإحداث الاختراق المطلوب في المجتمع الدولي في نظري أنا الخاص. طيب دكتور النعمان، ايضا يعني النقاط المهمه جدا التي يعني لابد من النقاش فيها يعني هي قضيه كيف يعني يمكن استثمار مثل هذا الوجود في هذه المنابر الدوليه يعني لاعاده الدور المفترض ان يلعبه السودان في محيطه العربي والاقليمي ومحيطه مختلف النواحي، يعني المحيط الاسلامي المحيط العالمي. انا اعتقد ان الاشارات يعني إلى هذه اللحظة إشارات جيدة. فإذا كان بالنسبة للمحيط الإقليمي هنالك محوران يعني واضحان، محور إيران وروسيا وتركيا وقطر، ومن جانب ثاني محور السعودية الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات ومصر، فإن القائمين لهذه المحاور بصفة عامة كلهم جميعا ينظرون تقريبا بعين الرأفة والشفقة للسودان. السودان لم يكن يوما واحدا يعني في مسيرته الممتد منذ الاستقلال وإلى هذا اليوم يعني
تأثير على الآخر. يعني أنا أعتقد أن العامل السياسي كان هو العامل الأكبر الذي لعب الدور الأكبر في هذا المشهد والحرج البالغ في السودان إقليميا. وأنت تتحدث عن كيفية يعني إعادة الصورة والدور الإقليمي والدولي للسودان. المشهد السياسي خصوصا أنا في نظري هو الذي لعب دورا كبيرا في الخراب الكبير لأوضاع السودان إقليميا ودوليا. إذا عزلت هذه العين السياسية السوداء وغير السليمة باعتبار أن التأثير المباشر للسودان على الملفات الدولية الخطيرة لم يكن بهذا الحجم الذي يوازي الدعاية الإعلامية الفظيعة التي كان يقوم بها اللوبي الصهيوني واليهودي حتى في العهد البائد وما يزال يقوم بها إلى الآن. يعني هي مواقف سياسية يضخمها بعض المستفيدين أو بعض غير الراضين أو بعض المتفارعين دوريا في محاولة الإضرار بالسودان في غير مكانه. حتى طيب. عدد كبير من المعارضين كانوا يدعو معارضين للنظام السابق وعدد كبير من المعارضين للنظام الحالي وكلهم جميعا يدعون المجتمع الدولي والإقليمي لعزل هذا العامل السياسي والنظر بالرأفة للوطن للسودان بكل ما يحمله من بهاء ومن قدرات ومن إمكانات الكل يعلم بها. يمكن طيب. أن دكتور أمير يعني دكتور أمير يعني أيضا من الملفات المهمة جدا هي قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كثير من الدول طالبت وأشير هنا مباشرة إلى الطلب المصري والطلب القطري برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. السعودية أيضا يعني وعدت بأنها ستلعب دورا مهما في هذه الجزية وفي هذا الملف، لكن يبدو أن الموضوع ليس بهذه السهولة. عموما هل تتوقعون رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا؟ والله هو موضوع شائك جدا أنا كما قلت قبل قليل، لأنه يعني يرتبط بمواقف سياسية وبمشاهد لبعض يعني القوى متعصبة ومتصلبة في غير مكانها. يعني قبل زوال النظام السابق كانت هنالك يعني كان هنالك تقدم كبير في هذا الملف يعني لا يمكن أن يستهان به. السودان لعب أدوار مشهودة في مكافحة الإرهاب وفي التعاون مع المجتمع الدولي في هذا الجانب وفي قضية الهجرة الدولية، ويعني خطى خطوات كبيرة. كلكم الكل يعني كان يشاهد أن هذا الملف يتحرك ما أن يكاد أن يصل إلى المرمى ويسجل الهدف النهائي برفع السودان من القائمة إلا وأن تأتي المزيد من المطالبات والمزيد من الاعتراضات التي أنا أحسب أنها يعني ذات صلة باللوبيات والصراعات الخاصة بالعناصر الدولية ومحاولة وضع السودان في حضنها أكثر من كونها ذات صلة بسلوك وتصرف وتعامل السودان ربما على مدى أكثر من 15 عاما من الآن، يعني أو 10 سنوات من الآن. لا تستطيع أن تقول أن السودان كان يعني فيه ما يشكل تهديدا حقيقيا على المجتمع الدولي. يعني أنا أتمنى هذه المرة الدعوات التي أتت حتى من الأحلاف والمجموعات المتعارضة والمعسكرات المختلفة مع بعضها البعض كلها تتفق على أن الأوان آن لرفع السودان. أنا أتفائل من قائمة الإرهاب أتفائل تفاؤلا كبيرا في أن يتم هذا الأمر بإذن الله عما قريب. طيب دكتور النعمان، على يعني على ذكر قضية المحاور وضرورة أن يقف السودان في موقع وسط إن دق التعبير، يعني ربما الحكومة الجديدة تحدثت عن أن العلاقات الخارجية في المرحلة المقبلة ستقوم على أساس المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل. هذا السيد رئيس الوزراء. نعم التقى نعم دكتور حمدوك التقى في الأمم المتحدة بأمير قطر، ويعني التقى بعدد من المسؤولين في عدد من الدول في المحور المواجهة والمعاكس. كيف يمكن قراءة هذه اللقاءات؟ أنا أحسب أنه منذ إعلان حكومة الدكتور حمدوك مؤخرا وقبل إعلان وزرائه أشار إلى المبادئ المهمة التي يعتمد عليها في إطار التشكيل الحكومي الجديد، وعلى رأسها يعني قضية السياسة الخارجية للسودان، وأن تكون علاقتنا الخارجية تتسم بالحياد والاستقلالية، وأن تبتعد عن التحيز إلى المحاور المعلومة يعني التي ذكرتها قبل قليل، وأن ترعى مصالح السودان حيثما كانت، وأن تحاول أن توازن يعني بين الكل. أنا أحسب أن الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة على وضع السودان بما في ذلك المحاور المختلفة لو أن كل منها أخذ من السودان ما يليه من المنافع لأسهم في تقدم السودان
وفي دعم السودان في أن يقوم بأدوار كبيرة. أنا لا أحسب أنه فقط السودان يريد يعني أن يكون في الحياد ويريد أن يقطف أياديه. السودان يمكن أن يلعب دور الوسيط الكبير في إعادة ترميم العلاقات بين الأطراف المختلفة ووجهات النظر المختلفة على المحيط الإقليمي سواء العربي أو الأفريقي أو غيره. يعني أنا أحسب أنه ممكن أن نتقدم خطوة للأمام، لا تجعلنا في الحياد فحسب بل تجعل من السودان حكيما عربيا وحكيما إفريقيا، يعني يمكن أن يقوم بدور موجب بإطار لو تحمد كل الأطراف المختلفة هذا الأمر. شكرا جزيلا لك دكتور أمير النعمان المحلل السياسي عبر خط الهاتف من الخرطوم. وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأهمية المحافظة على الأمن الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية والوقوف ضد كل متربص ومعتد داخل البلاد وخارجها، وهي تضحيات منسوبي النظامية الذين بذلوا كل غال ورخيص في سبيل حفظ أمن وسلامة وتأمين الوطن، مشيدا بتحمل القوات المسلحة المسؤولية في حماية الوطن وبنائه والحفاظ على وحدة أراضيه. وقال البرهان خلال مخاطبته الجيش والقوات النظامية الأخرى بقيادة الفرقة 16 مشاة بنيالة اليوم الجمعة إنه من أهم واجبات المرحلة الانتقالية بناء السلام المستدام الذي يمنع حمل السلاح ضد الدولة ويحقق المساواة والعدالة ويحقق شعارات الثورة سلام بدون شروط أو إملاءات. كما جدد الدعوة للحركات المسلحة للمشاركة في بناء السلام وهياكله وتنمية البلاد، مضيفا أن البلاد تستشرف عهدا جديدا فيه الحرية والمساواة والعدالة، مضيبا بالالتزام بتنفيذ شعارات الثورة وتطبيقها. وعهد البرهان ببناء وطن آمن ومستقر يمهد به للديمقراطية، وقال إن السودان أصبح ملكا للجميع والكل فيه شركاء، وأنهم يدعون لبناء البلد بمثل تجربة الثورة المجيدة التي أصبحت تجربة فريدة يعتز بها العالم كله، داعيا إلى إنجاح هذه التجربة. وقال إنها مرتبطة بوفاء القوات المسلحة والقوات النظامية واحترامها. وطمأن برهان ساكني المناطق المهمشة بأن السودان وطن يسع الجميع، ليس فيه مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة. ولفت إلى أن كل الذين نحن أجل أن يصل الجميع إلى هذه المرحلة كلهم شركاء، شباب الثورة أو القوات النظامية كلهم شركاء وقاموا شهداء في سبيل أن يكون جديدا فيه ديمقراطية حقيقية. من جهة ثانية وجه البرهان القوات المسلحة بمواصلة عملية جمع السلاح من كل من هو خارج مظلة القوات النظامية، متواعدا كل من يهدد أمن المواطنين في مناطقهم ومعسكراتهم وقراهم ومراعيهم بالقبض عليه ومحاسبته. وأضاف بأن الحكومة الانتقالية تسعى إلى تأسيس مرحلة ليس فيها أحد أقوى من أحد، وستكون القوة عند القوات النظامية. كما وجه البرهان بمكافحة التهريب عبر الحدود والنهب المسلح وضرورة توفير الأمن. أكد حزب الأمة ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ووضع قوانين مشددة وعقوبات تصل إلى حد الإعدام في مواجهة المفسدين، في وقت شدد فيه على محاسبة هذه الفئة دون مجاملة أو استثناء لأي أحد. وقال فضل الله برما نائب رئيس الحزب في تصريح لإس إم سي إن الفساد ينخر في جسد الدولة ويعمل على إحداث أضرار بالغة على الاقتصاد، وهو ما يستدعي إيجاد آليات قانونية لمحاربته، مبينا ضرورة التعاون والتكاتف لاستئصال الفساد من جذوره، مؤكدا أن ذلك يحتاج إرادة قوية وإصلاحا للجهاز الإداري والمالي. وفي سياق آخر أوضح برما أن تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين يتطلب ضرورة دعم السلع الأساسية وتفعيل التعاونيات وضبط الأسعار لمنع الجشع. جدد مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل لفترة عام تمهيدا لخروج السودان من ولايته وفقا لقرار مجلس الصادر في سبتمبر من العام 2018. وأشار وزير العدل دكتور نصر الدين عبد الباري في تصريح صحفي في ختام مشاركته في أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف
أن المجلس اعتمد اليوم الجمعة قراراً صدر بتوافق الآراء حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وتبنت كل المجموعات الإفريقية وشاركتها بالرعاية جميع المجموعات الجغرافية العربية والإسلامية والأوروبية، بما يؤكد المساندة الدولية للسودان وعودته ليكون دولة فاعلة بين الأمم المتحدة، كما بشر بها رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. وقال إن القرار تضمن ترحيباً بالثورة السودانية وأشاد بسلميتها وتمسكها بتحقيق الحرية والعدالة والسلام واحترام حقوق الإنسان، كما رحب بتوقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية. كشفت مفوضية العون الإنساني بولاية جنوب كردفان عن قيام وفد من المعونة الأمريكية بزيارة الولاية للوقوف ميدانيا على سير العمل الإنساني بجنوب كردفان. وقال مفوض المفوضية اللواء معاش خضر طويل حسين في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن زيارة المانحين استمرت يومين، وذلك لمتابعة برامج العون الإنساني على أرض الواقع، موضحا أن وفد المانحين جاء لتقديم خطط تخص برامج العون الإنساني في جانب العودة الطوعية. وأكد مفوض العون الإنساني بجنوب كردفان على مواصلة العمل حتى يعود النازحون إلى مناطقهم. السودان اليوم متواصل معكم من قناة طيبة الفضائية. نتحول الآن إلى ملف دارفور. أعلنت ولاية شمال دارفور عن فتح باب الاستثمار في مجال التعدين بالولاية، مؤكدة أن الولاية غنية بخامات المعادن وعلى رأسها الذهب والمنغنيز. وقال اللواء ركن مالك الطيب وللولاية المكلف في تصريحات صحفية أن هناك عددا من الشركات تعمل في التعدين التقليدي والأهلي، مؤكدا منح تسهيلات للشركات التي لديها الرغبة للاستثمار بالولاية. من جهة أخرى، كشف الطيب عن وجود انخفاض في حالات الإصابة بمرض الملاريا بعد الحملات التي نفذتها الولاية لمحاربة البعوض الناقل للمرض وافتتاح بعض المراكز الصحية بجانب العيادات المتحركة والمخيمات التي ساعدت في استقرار الأوضاع الصحية بالولاية. أكد والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء الركن هاشم خالد محمود جاهزية القوات النظامية لتأمين الحدود والموسم الزراعي وحسم التفلتات الأمنية. وثمن هاشم لدى مخاطبته احتفال القوات المسلحة باستقبال رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرخان وأعضاء المجلس بقيادة الفرقة 16 مشاة اليوم بنيالة. ثمن مجهودات القوات النظامية والتعاون والتنسيق المحكم في كافة المجالات وتأمين مناطق التعدين والعودة الطوعية والفصل في النزاعات وتأمين الموسم الزراعي وحركة البادية من الجنوب إلى الشمال والعكس، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة أمامهم، داعيا القوات النظامية بمكوناتها المختلفة واللجنة الأمنية بالولاية إلى مزيد من التعاون والتكاتف. وتعهد اللواء هاشم بحماية الديمقراطية ومكتسبات الثورة المجيدة وتحقيق شعارها حرية سلام وعدالة. السودان اليوم متواصل معكم من قناة طيبة الفضائية وفيه بعد الفاصل. شكاوى من تصاعد أسعار السلع والخدمات الضرورية في أسواق الخرطوم.